خليك ليلي يا غزالي ونطير معك الى ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي يا غزالي ونطير معك الى ليالي ما تخلي الوقت يسالي. السلام عليكم كبيدات ديالي, السلام عليكم يا احلى كبيدات يا احلى متتبعات ديال قناه كرتر فلوكس. نبداو ان شاء الله النهار ديالنا ولا فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على النبي, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الاجمعين. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد, فيديو سبيسيال مهم نشارك معكم الفلوغ. بناتي قولوا لي هكا, حاولي تبارطاجي معنا فين كتمشي لي فلوغ ديالك لي روتين. مرحبا لكم بدات ديالي. المهم عرفتوا العطله هادي والويكند هذا ضروري نبدلو شويه على الوصفات ونحط لكم الفلوغ. اليوم الفلوغ الكبيدات سبيسيال, شي حاجه اللي زوينه صراحه. فرحانه انا, الله يفرحكم حتى نتوما بوليداتكم, فرحانه بالبنيه ديالي. الحمد لله جات هي الاولى في القسم ديالها وكنت موعدها الكبيدات. قلت ليها الا جيتي انت الاولى يعني درتها لها بحال شكل تحدي, ماشي زعما قلت واش تجي ولا ما تجيش, يعني ماشي كنت متقنه والله القسم على البنات, ما كنتش متقنه انا غادي تجي الاولى, ولكن درتها لها حيت شتي تبارك الله كان عندها في السي بي كان عندها الكونفينمون داكشي عرفتي التحضيري ما ساهلش. ايوا قلت لها في الثاني ها انت تجي الاولى اي حاجه بغيتيها نشريها لك, نخرجك نهار كامل واي حاجه اختاريتيها حطيتي على يدك تخلص لك وتشريها لك. وفعلا درتها لي على قد الفم ديالي, جبت النتيجه وجات هي الاولى وفرحوني لي ميتريس ديالها, تحيه ليهم لينا. وصراحه مكثرتش تشكروا عليا, صراحه جاتني البكيه الحمد لله. الله يفرحكم حتى نتوما بوليداتكم, رغم ان كنت مريضه وشحال ديال الامتحانات صراحه ما دوزاتش, تعاودوا دوزهم لا من بعد فاش جلسات سيمانه وهي مريضه برجيله ديالها, كان عندنا هذيك الوقيته تاع الامتحانات, داكشي علاش فرحتني بزاف بزاف. الله يفرحكم كي قلت لكم بوليداتكم ويخلي لكم وليداتكم. ها هي مرواتي. السلام عليكم البنات, كيف دايرين لاباس عليكم؟ اليوم فرحت ماما حيت جبت النتيجه مزيان, تعود على بلوس تعود وانا الاولى في القسم. وماما فرحت ماما هادشي اللي بغيت اللي حبيت اللي جالي قلبي نشريه وصافي. المهم البنات كبيدات, الشرط الوحيد قالت لك ديالها وهي جد ما يكونش معنا, علاش جد اي حاجه هزاتها كيبخر عليها يعني ما كيخليهاش عرفتو ديما داك اللي تيكون تحت من الاخر تيكون تيحقر على الاخر. المهم اليوم الحد قال لي صافي باباها مادام انها يعني جابت داكشي اللي بغينا وفرحتنا وكلشي ديري لها الخاطر ديالها. جات بقى مع باباه, المهم مشات يلعب معاه الكره, دا شي جرده وداكشي يلعب معاه الكره. المهم خرجت انا ومروتي دابا, هي شرطه عليا غادي نمشي بدوقها, غادي نتغدى بدوقها, غادي نديروا اي حاجه بدوقها. واول حاجه قالت لي الكبيدات قالت لي انها فين قلتي بنا نمشيو, قالت لي ديك البنات البلاصه اللي فيها اش العصر, قالت لي البلاصه اللي فيها العصيرات بزاف يعني جمع فنايك جمع فنا. قالت لك شافت تما وهضري مع البنات يعرفوا فين تنقول لبابا يشري لي العصير. المدينه. واش بان لك تما اش بغيتي؟ حيت شفت واحد البلاصه فاش دخلنا هذيك النهار فاش بغى يخيط هذوك القميجه ديالو شفت فاش بينا نطلعوا شفت ميراكيلوس. قالت لك شفت شي لعبه ديال ميراكيلوس في شي بلاصه. المهم حدا لاكلاص, حدا لاكلاص في المدينه ندخلوا. ايوا البنات انا غادي نشارك معكم اليوم داكشي اللي عطى الله فين مدتني. ايوا التكيسه عليا بنيتي صافي جبتيها عليا هذيك فمي التكيسي. المهم الكبيدات غادي نمشي ان شاء الله دابا للمدينه ونشوفوا اشنو بغات, غادي تختار داكشي اللي بغات ونجلى داكشي اللي بغات ونوكلها داكشي اللي بغات. حيتاش فعلا مزيان كوراجيو وليداتنا, مزيان شجعوهم حيتاش مايمكنش انني وعدتها وغادي نكذب عليها بداكشي اللي قسم الله. واخا قلت لك واخا ما عرفت منين نجيبهم, المهم خاصني نوفر لها داكشي اللي بغات حيتاش انا قاولتها بالفم ديالي وحلفت بالفم ديالي انني والله بنتي جبت الاولى جبتي تسعود فاصيلة 50 اللي جبت انني نشري لك اي حاجه بغيتيها. وغادي نكون عند الوعد ديالي, الله يقدرنا على وليداتنا والله يفرحنا بوليداتنا ويفرحكم حتى نتوما بوليداتكم. يلا كبيدات نخليكم معايا. المهم كي قلت لكم خارجه انا وياها في الطوموبيل غادي نوصلوا للمدينه ونشارك معكم فين مشات واش اختارت. يلا خليكم معايا صافي البنات. انا المهم وصلنا هنا للمدينه. اول حاجه قالت لك مروه اشنو بتسبقي اول حاجه شنو بغيتي؟ نتسبق ان ناكل باش نتغدى وغادي نمشي نشري نشري اش بغيتي ناكل. اشنو بتغداي؟ ناخذ في كاف كاف سي ناخذ همبرجر هذاك وهاد بنا ناخذ فريد ونقدر تقدري ماما تاخذي ليا
سلطه عندك سلطه اذا تريدي ديما صافي داك البنات. بالنسبه للسلطه غيزو هذه اللي كتعجبني في كي اف سي صراحه كيديروها واعره، وهاد السلطه حتى هي كيديروها بليشو وخيزو، المهم كيديروها بواحد الطريقه زوينه صافي. وكناخذ هاد البرغر هو اللي كيعجبها مع لي فريت، ومع هنايا مع هادو ديال كنتاكي، وها مرواتي عجبها الحال. المهم هادشي اللي بغيتي ها خليك ليا ثاني ونطير معاك ليالي، بس خلي الوقت يسالي حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي وانطر معك ليلي، بس خلي فين؟ هنا؟ هي اللي كتشوف البنات دابا فين؟ لا هنا مروه صاري تسالي. يلا سير متاكده هنا يلا مروه سير شوف هنا كنطلعنا هنايا هي. يلا سيريك من القدام كنتي شفتيها هنا ياك ما عندها هذا هو تيبان لي عنده الالعاب سيري ليها شوف واش عندي شوفه كبيره انا بغيت هادي بغيتني عندها المسطى شوف عندها المسطى هاي شوفها كاينه هادي كبيره ها انت تحت هاي شوف هادي انا ماشي غير ميغا كيلوس انت بغيتي ميغا كيلوس بغيت هادي نشوفها شوف واش عنده كبيره سولي واش عنده كبير منه واش عندك كبيره هاي البنات وليت خديتها ليها واخا بنات شوفي واخا صغيره ولكن حيتاش كتهضروا داكشي في الحجرات كتغني ولا ما عرفتي كنروح المهم خلاها لينا ب 150 درهم قال لي في الاول 170 وخلاها لها ب 150 كنت تستاهل يا كامرو استاهل استاهل والله الا يستاهل ياك يعني ما مشيت والله صافي بونشي شوك خليك ليلي يا سالي ونطير معك ليلي، بس خلي الوقت يسالي حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي ونطير معك ليلي. يلا العروسة مرونة صلاة السلام عليك شوفي عند هاد البنت صلاة السلام ها المهم صافي دابا رجعت معاكم. المهم مروه دوخات ليا الراس في هاد الشمس صافي. المهم شريت لها داكشي اللي بغات، حنيت لها داكشي اللي بغات، المهم درت لها داكشي كل اللي بغات. المهم جينا هنا واحد الكافي هنايا في البرنس نيت في المدينه، الناس تاع مراكش تحيه لكم كاينه في البرنس. المهم برني راسي خصني واحد القهوه صافي، جالسه انا وياها كاونسومبل هي مروتي سلام دابا
وحيده شي باش باش تكلي شكرا. المهم كما قلت لكم الكبيدات هذه قلت لكم مهم حيوان قدو بها المجاج راه دوختيني الراس يا مروه بعد الشمس. المهم البنات نتمنى يعجبكم الفلوق ديالنا تاع اليوم. المهم مروه الحمد لله فرحانه خديت راحتي انا ويا ايفيكتيفمون ولكن الكبيدات راه باقي. المهم غادي نختم معكم لا فيديو لكن باقي غادي نقلب شي حاجه الجد نشريها ليه حيتاش ما يمكنش يشوف عند مروه وغادي يسكت نشوف ليه شي حاجه حتى هو باش نسكتو بها. المهم هو ديما كيشري المهم كنبقى نشري ليه داكشي وكيودرون اللي شريت ليه الطوموبيلات كيخسروا عرفتي دابا عامين ما عارفش. المهم مروه دابا هي اللي فرحتها فرحه صافي عجبني الحال الله يفرحكم حتى نتوما بوليداتكم ويخليك ليكم وليداتكم. نشربوا القهوه المراه البنات هاد الوقيته ضروري خصنا نشربوا اليوم مبالهم كلها راه شافوها هادي الحنة وهذا وما تنساو ديروا لايك صافي الكبيدات ديالي ما سخيتش فيكم طلع ليا فريوسكم فيديو جاي ان شاء الله ونتلاقاو ما تنساوش قلت لكم مروه ديروا لايك. المهم الا كنت تنهضر وحلقه حيتاش القهوه فيها الناس كنحشم يلا البنات طلعوا لي فريوسكم بيزوات كبار 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 لكم فيديو جاي ان شاء الله.